30 سنة يعطي الترقة هذا المقابلة من شارع عناصر الرشا الرياضي. يستطيع فريق النادي القنيطري هل يفعل كاكو على البداية يلعب بطريقة شميلة تمشي يومية فرصة قنيطرية فرصة خطيرة فرصة للنادي القسم 6-0 من فريق شباب الريف الحسيمي. انتبهوا المحاولة تمشي العرضية بعد الراس يودي جانبية لفائدة فريق الرشاريت عدت من خيد الحق محتاج تمشي كرة ركنية الرشاوية ملعوبة مقاوصة بعد الراسية فرصة رشاوية وتمر بسلام ودورة ثم الوداد الرياضي والطاس كذلك سنة 2015 هذه كرة ملعوبة رشاوية يدخل الحارس وتسديد الكرة بكن سعد السابق في قسم الوات خير تجربة كانت عنده رفقة واحد الفرق التي تمارس تونسي وكفاس المنتخب الوطني الأولمبي لذلك فطر أنه يريح اليوم أنس جبرون كذلك ليما مبيدي اليمنى من عمر الحافظي العرضية من الحافظي فرصة رشاوية دي خاطرة يلعب بشكل جميل خاطرة رشاوية مرة ثانية هذا المرة من جانب محسن ياشور عرضية من طرف من الاستقبال من جانب من الجانب من تمشي لمحسن ياشور والحكم يقول خطأ ضد عادل المسكين اللي في الدير العالمي كرة ثابتة ماذا يريد أن يفعل الجولياتور محسن ياشور يسجل الأهداف العربية فعلى سيف الدين العالمي مع بداية هذا الموسم وأكد يجر بهذا الطريقة ويخلي خوان كارلوس كاريدو الابتسامة التي نادرا تمشي ركرية لعناصر النادي القنيطري ملعوبة الجهة اليسرى محسن الربشة يلعب اللعبة السابقة للموس اللي ترجع لفايدة من اللي بعد من عمر شبق كأس العرش واتحاد الزموريخ ميسات يقسى من جانب فريق اللي تحدث عليه قلت فريق استاد المغربي الذي يلعب في القصة سط الميدان تمشي الجهة اليسرى لبن حليب بن حليب يلعب يدخل من يدخل دفاع فريق بانو للشاكير شاكير تمشي كورتو أمامية للحافظ يلعب بطريقة شميلة هذه فرصة رشاوية خاطرة لفائدة الحافظي البحث على الاسيست تصل للجهة اليسرى أعطى تمريرة لبن حليب يتقدم الحافظي بن حليب مرة أخرى شوف اللمسة شوف التيكي تاكا شوف التسديدة لكن بعيدا هذا الموسم أن ينافس هو الآخر على لقب كأس العرش هذه التسديدة العالمي يتقدم ويلعبها للحافظي لفائدة من لجبيرة عرضية مشيت بعيدة محسن ياشور يلعب منطقة الجزء سيف الدين العالم يلعب نيوس يعطام شوت لسيف الدين العالم مرة أخرى أمام رشاوية محسن ياشور كرة جميلة مشيت رشاوية محاولة مرفوعة أمامية غياب الدعوة المساندة الحفيدي وبن حليب محاولة قنيطرية بعد الراسية يوسف اليو مارو يوسف اليو مارو الذي سقط أمام المنتخب المصري 6-0 لاعب الدولي من النيجر يسجل هدف رائع وبالفعل يؤكد بأنه الكاك استغل الكرة الثابتة بشكل جيد نتابع العادة التنفيذ لكي الرشا ضيع هدف ثاني وضيع ثالث وضيع فرصة رابعة وضيع خامسة وعقب فريق النادي سيل الجهة اليمنى هذه عرضية فرصة رشاوية لكن هناك تدخل من جانب دفاع النادي القنيطري عفاد المقابلة شوف الحفيظ يعطيها أمامية عفوة دفاعية هذه كرة رشاوية بعيدة من الرياضية اللي فادت فريق الرشا الرياضي المتابعة من جانب من محاولة رشاوية للحفيظ هل يفعل الرشا من أين أتى وكيف أتى هذا الحارس يعني مجموعة من الفرص السانحة منتظر ان يضغط فريق الرشاريات انه من جديد سيعلم انه الشيء الهدف مع بدايه الجوله الثانيه يخليه من جديد يسيطر على معطيات هذا المقابله تمشي كره جاري وسط التعليمات نياد البير حتى نهايه المقابله كل فريق يبحث على تورادي محاوله قنيطريه هناك
تسلل كورته لياسيطيا الحفيظ مرر لشاكر، شاكر سدد أرضية محاولة تلعب الركنية الراسية وتمكن من مباغتة مدافع فريق النادي القنيطري. شوف كيفاش لعبها وباغت هذا المرة لعمر بوطيب. بوطيب عرضه طيف مباراة اليوم، الحفيظي اللي بوطيب مشى الجميلة الرجاوية خطيرة. شوف كيفاش تلعبات تمويه سفيان الرحيمي. السؤال مطروح، واش كان دفع هذه اللقطة؟ في الجولة الثانية بن حليب فرصة الثالث، هل يفعل؟ جول 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 ثالث للرجاء. الخطوة الأولى نحو الدور المقبل، الخطوة الأولى نحو الدور المقبل بالنسبة للرجاء الرياضي. يفعل فرقة تاريخية تأسس 1938، الفريق الذي تألق. شوف هذه الشميلة مشات خطر وسط، احتفال في حمل قميص فريق الرجاء. واش بقى بكاس الرجاء؟ هذه محاولة